كل له أياد بيضاء على عالم الطب في هذه البساطة والسلاسة والحنو الذي شمل به كل مرضاه في جميع أنحاء العالم العربي. آن لنا أن نرد له التحية بالتحية ونرد له الاحترام بالاحترام، وليتفضل مشكورا ليبلغكم ماذا يشعر به من سعادة الآن. فإلى الأستاذ الدكتور حسام موافي أبو الطب، خالص التحية والتقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الشعور اللي أنا حاسس بيه دلوقتي معرفش أوصفه خالص. هل أنا سعيد ولا أنا متاخد ولا يعني أنا مش عارف أوصفه والله، بس لكن أنا هقول للعروسة والعريس كلمتين، كلمة سرقتها من الشيخ خالد الجندي وكلمة أنا اكتشفتها. اللي سرقته من الشيخ خالد الجندي، كنت مرة معاه في فرح وقال يا اخوانا يا عريس ويا عروسة، العقد الزواج عقد تنازلات من الطرفين، اللي مش قادر يتنازل ما يجوز. الزواج عقد تنازلات، وحضرتك تشهد على كده. والكلمة دخلت في ودني فعلا، المشاكل الزوجية كلها بتحصل من عدم التنازل. التنازلات أساس في عقد الزواج. يا ريت تبقى تكتب يا سيادة المأذون، تكتبها بند من بنود عادي لو تقدر، لو في شوية شرط التنازل. النقطة التانية اللي عايز أقولها، أنا وأنا بقرأ القرآن سبحان الله، طبعا ده أحلى حاجة تقرأ في حياتك، يعني لقيت الآية عجيبة جدا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، الآية. فسألت نفسي يعني إيه آية؟ آية يعني معجزة. الآية يعني معجزة، اتنين يعيشوا مع بعض عند ربنا معجزة، معجزة فعلا. احنا بنروح نحج بنقعد 10 أيام، نصنا يرجع متخانق مع بعضه، ما بنستحملش بعض 10 أيام. ودي ست بتقعد مع راجل 40 سنة و45 سنة وشايلة في عينيه، وهي شايلة في عينيه. فالآية معجزة، بس أنا حسيت بالمعجزة بقى من الآية اللي بعدها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الآية. بص اللي بعدها بقى، ومن آياته خلق السماوات والأرض. تخيل اتنين يعيشوا سوا عند ربنا تسبق خلق السماوات والأرض. كل واحد بيتجوز يخلي باله من الآيات دي ومن التنازلات، وحيعيشوا إن شاء الله يا رب في سعادة وتحت عينينا دايما إن شاء الله. ديك وعنيك وبارك فيك يا رب. الحقيقة يعني قاعد يكلم في الدين ومش سيدنا ناكل عيش في الليلة دي، ما نعرفش يعني، يعني مش عارف ليه كده اللومة بتاعتنا مبصوص فيها كده. يعني ما كل إذا كان الحارة كلها شيوخ يا جدعان، ما توحدوا الله ما